السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية. وناقش اليوم آخر تطورات المعارك التي تجري في مقاطعة دونيسك. هناك تقدمات مهمة جدا للقوات الروسية في وسط مقاطعة دونيسك، وهناك أيضا عدة معارك تدور في هذه الجبهة الوسطى من مقاطعة دونيسك، وأهم هذه المعارك هي معركة بوكروفسك. ومدينة بوكروفسك هي مدينة استراتيجية، وبالسيطرة عليها سوف تقرر مصير المناطق الوسطى من مقاطعة دونيسك، إضافة إلى معركة سيليدوفا، والتي الآن القوات الروسية وصلت إلى وسط هذه المدينة، وبالتزامن مع معركة كوراخوفكا أيضا هناك معركة أخرى تدور في أقصى جنوب مقاطعة دونيسك، ألا وهي معركة شمال أوغلدار، وغاية القوات الروسية هي الوصول إلى كوراخوفكا من الاتجاه الجنوبي. نناقش اليوم آخر تطورات معركة سيليدوفا، وما هو تأثير هذه المعركة على جبهة وسط مقاطعة دونيسك. القوات الروسية تمكنت خلال الأيام الماضية من تطويق مدينة سيليدوفا من الاتجاه الشمالي، وكذلك من الشرق وجنوب هذه المدينة. خلال الساعات الماضية حصلت تطورات مهمة جدا، وتمكنت من خلالها القوات الروسية الوصول إلى وسط مدينة سيليدوفا. وكانت القوات الروسية سيطرت خلال الأسبوع الماضي على مصنع الكونكريت، إضافة إلى منجم كريشينكو، وأيضا وصلت إلى الأطراف الجنوبية من مدينة سيليدوفا، وأيضا بدأت تتقدم في المناطق الجنوبية مع طريق السكة الحديدية حتى وصلت إلى بلدة بيشنيفا. وأيضا كان هناك تقدم آخر من الاتجاه الشمالي مع الطريق الأوروبي رقم 50 من أجل تطويق مدينة سيليدوفا من الشمال ومن الجنوب. وبذلك تمكنت القوات الروسية من قطع طرق الإمداد عن القوات الروسية، وخاصة الطريق الجنوبي ألا وهو شارع شكلينا، إضافة إلى الشارع الآخر وهو الذي يربط مدينة فيشنيفا مع مدينة سيليدوفا، ألا وهو طريق بريفوغزالنا. وبعد ذلك بدأت القوات الروسية تحاول أن تتقدم مباشرة نحو وسط مدينة سيليدوفا، وفعلا تمكنت القوات الروسية من الوصول إلى المناطق الوسطى من مدينة سيليدوفا، حتى تمكنت من السيطرة على البنايات المرتفعة والبنايات الحكومية في وسط مدينة سيليدوفا. وهذا فيديو يبين القوات الروسية وهي ترفع العلم الروسي على أعلى بناية متواجدة في وسط مدينة سيليدوفا، وهذا يعتبر تقدم خطير جدا يمهد السيطرة الكاملة على مدينة سيليدوفا. والسؤال هو الآن، ما هي الخطوة المقبلة للقوات الروسية؟ هناك عدة خيارات أمام القوات الروسية. الخيار الأول هو قطع طريق الإمداد الأخير المتبقي للقوات الأوكرانية، ألا وهو شارع كوستاسكا، وبذلك تصبح القوات الأوكرانية التي تدافع في المناطق الشرقية من سيليدوفا مهددة بالتطويق والحصار. الخيار الثاني هو مهاجمة وسط مدينة سيليدوفا من الاتجاه الشرقي لكي تسيطر على كامل مدينة سيليدوفا، وبذلك تقترب من الطريق المؤدي شمالا نحو مدينة بوكروفسك الاستراتيجية. إذن الآن غاية القوات الروسية هو السيطرة الكاملة على مدينة سيليدوفا، وبعد ذلك تبدأ بالاقتراب مع طريق M30 أو الطريق الأوروبي رقم 50، وهو التوجه نحو مدينة بوكروفسك والسيطرة على المناطق الجنوبية، وبذلك ننتظر المعركة الفاصلة في مدينة بوكروفسك. وبالسيطرة على مدينة بوكروفسك سوف تجعل القوات الروسية تقطع طرق الإمداد عن جبهتي تورسك وكذلك كوستانتينيفكا، وهذا أيضا يمهد الطريق أمام القوات الروسية من التقدم من المناطق الشمالية من دونيسك من أجل الوصول إلى الحدود الإدارية لمقاطعة دونيسك مع مقاطعة بوكروفسك. وبعد ذلك من الممكن أن تهاجم المناطق الجنوبية وخصوصا في كوراخوفكا وأيضا أوغلدار وفريكا نوفاسيلكا، وبذلك تتمكن القوات الروسية من السيطرة على المناطق الوسطى والجنوبية من مقاطعة دونيسك. وهذا كله يصب في الهدف الاستراتيجي للقوات الروسية، ألا وهو السيطرة الكاملة على مقاطعة دونيسك من أجل السيطرة الكاملة على إقليم الدونباس في شرق أوكرانيا. إذن هذه آخر تطورات المعارك التي تجري في وسط مقاطعة دونيسك، ومحاولة القوات الروسية السيطرة على كامل مقاطعة دونيسك في شرق أوكرانيا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.